إلى ما تشير الأقمار الصناعية؟ حتى الآن ولا أدنى شيء، فقدت الإشارة. أتعرف ما الذي لا يفقد الإشارة؟ الأوراق. هذا الطريق سيوصلنا إلى البركان مباشرة، قد نواجه العقبات. فلنبدأ العرض إذن. وافق. حسنا. ما الذي نبحث عنه هنا إذن؟ الخريطة تظهر كل الهياكل حول البركان ومواقع القوات المهجورة وأبراج مراقبة. أبراج مراقبة؟ كان إيفري أكثر المطلوبين في العالم، ولهذا فإن كان يخفي شيئا هنا فإنه يحتاج لحماية. وأحد الأبراج على البركان مباشرة مع كنز إيفري. نأمل هذا. أرى بعض الأطلال أمامنا. انتظر، سألقي نظرة. فيكتور، ألا تزال كثير السفر في هذه الأيام؟ أنا أحاول، أفضل المهام التي تبعدني عن الكمبيوتر. كنت أخبر نيتان كم تغيرت الأمور بعد تحول الكثير من الأعمال إلى الأمريكية. هناك خيارات كثيرة للتخلص من الوظائف المشبوهة الآن. بالتأكيد، لكني أفضل الحديث إلى العملاء وجها لوجه لأتعرف عليهم أكثر. يصعب القيام بذلك في غرفة المحادثة مع شخص يدعى خبير الصحف 37. أجل أرى ذلك. لا يوجد الكثير هنا. حسناً، لا شيء يستحق العناء، لنواصل التحرك. مع حظنا، ما هي احتمالات ثوران هذا البركان علينا؟ صف، إنه منطفئ. هذا أول شيء بحثت عنه عندما قلنا إننا سنذهب إلى بركان مكان استئجار أرخص السيارة دفع رباعي. مهلاً سولي، أتعني أنك قمت ببعض البحث حقاً؟ لن تكون العالم بخفايا الأمور في كل مرة. يبدو هذا واعي. هيا هيا يا عزيزي، هيا 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 هيا. نجح. حسنا يا فتى، حاول ألا تسقطنا. لا تسرع، تحرك في المنتصف. توجيهات كثيرة في المقعد. أحمد خايف، كلهم على ما يرام. يا للعنة. الأمام والأعلى. لن نصل إلى أي مكان. تحتاج للجري هنا. نيتان، الصخور. أسيطر عليها. دخل الطين في فمي. حسناً، تماسك. حسناً، بدأت أحسن الأمر. ها نحن ذا. إلهي،
عمودي الفقري. أثار إطارات، هناك من مر من هنا. انظر هناك على التل، هناك برج أو ما شابه. هذا جيد. فيكتور، لما كنت تتجادل مع مسؤول تأجير السيارة؟ لقد أصر أخوك على سيارة دفع رباعي برافعة. إذن رعيت الحصول على سيارة برافعة ولم تفكر في سيارة بعاد. إنها مهمة، إن خرجنا على طريق واعر قد تمطر وتوحل الأرض. أراهن ستنتهي هذه العملية ولن نستخدم تلك الرافعة. إذن يا نيثان، تعتقد أن أفري وتيو مع آخرين من كبار القراصنة جمعوا كنوزهم وخرجوا؟ لماذا بالضبط؟ من يدري؟ ربما للحماية، السلطات البريطانية ضيقة الخناق عليهم. بالتأكيد ربما ساعدهم على الاختباء، يعني واضح أنه كان يحب إخفاء الأشياء. كان جهدا مشكورا. لنذهب ونفحص البرج. سأذهب معك. إنه في حالة جيدة بالنسبة لعمره. بالتأكيد أطلال من حقبة إيفري. سام، انظر. هذا رمز كريستوفر كوندنت، قبطان فايري دراغون، بدأ من مدغشقر في عهد إيفري. إذن ربما كان إيفري يجند قباطنة القراصنة، لماذا ليكون حراسة؟ هذا غير معقول. القشور ممزقة، كان هناك شيء مربوط حول الشجرة. هل كنت تعرف أن سيارتنا بها رافعة؟ لا حقا، لم أكن أعرف. ماذا ستفعل بها؟ لا أعرف. هكذا، هذا سيكفي. بدا هذا ممتعا. منحدر أكثر مما يبدو. جاهزان؟ فلنحاول. هيا بنا. جاهزان. أرأيت يا صالي، الرافعة تستحق ثمنها. اجتزنا تلا لكنه لم يكن مجانيا. ليس بعد، إنها انتصارات صغيرة. سأحتفل بالانتصارات الكبيرة.
تمتعا أيها السيدان. واو، هذا مذهل. تخيلا لو جاء أحدهم إلى هنا وهو قرصان مزارع بعيدا عن الحكومة القمعية. القراصنة المطموعون المساكين لن يرغبوا سوى في القتل والنهب في سلام. لا لا، أرادوا الحياة كأحرار. إن اخترت مكانا لتهرب إليه من المجتمع فهناك أماكن أسوأ منه. الوصول للبركان يستغرق وقتا طويلا. الصبر يا بيك، هل تعرف كيف وصل هؤلاء القراصنة إلى هنا؟ بدأوا في إنجلترا وأبحروا للبرازيل ثم قطعوا الأطلنطية لجنوب أفريقيا، وفعلوا كل ذلك بالخرائط والرسوم البيانية وبالنظر إليه. هاي، تتصف الإبحار لبحار سابق. ما أقصده أن الأمر سهل لنا. حقا، ومع ذلك يستغرق وقتا طويلا. نيتا، انظر إلى الكهف هناك. انظر إلى ذلك. توقف توقف. أراهم. ماذا نواجه؟ جنودا يتحركون في المكان. رجالنا دين؟ أجل. اللعنة عليهم. يبدو أنهم وجدوا موقع مستعمرة. لكنه الموقع الخطأ. هذا الخبر الجيد. وهذا يعني أن هناك خبرا سيئا. الطريق الوحيد للبركان عبره. تباً، علينا أن نهاجمه. ما الخطة يا نيثا؟ اتبعني فحسب.
الحوثيين لديهما عدد كبير من الرجال هنا، قد يعثرون على الكنز بالمصادفة. تم هؤلاء القراصنة بالبنية التحتية. كيف نبتعد عن هنا؟ هناك واحدة. الرافعة ثانية يا صالح، مفيدة جدا. لم أرفض الرافعة، بل رفضت أن نتعرض للسرقة. صالح، ما مدى معرفتك بنادين؟ لماذا؟ كنت أفكر ربما يمكنك الاتصال بها وتقنعها بأن تبعد رجالها. نعم صحيح، لنعدها بأكبر مما وعدها به ريك. هذه ليست طريقتها، إنها مرتزقة ممن يحصلون على الأموال أولاً، ولذلك أعتقد أن ريف له الأسبق. انظر شورلاين، إنهم يهاجمون بكل ما لديهم ويقتربون بشدة من البركان. كنت أفكر في نفس الأمر، ماذا لو عثروا على الكنز بالفعل؟ انظر إنهم يفتشون المكان، لو كانوا عثروا عليه لكفوا عنه. نعم أنت محق. سام، لو تسمح لي بالسؤال، كيف قضيت الوقت في السجن؟ في القراءة في الغالب. كان هناك أحد الحراس، أعتقد أنه تعامل معي كعمل خيري، كان يطلب لي الكتب من المكتب. فأنا تقرأ التاريخ وبشكل خاص كل شيء عن إيفري والقراصنة الآخرين على سبيل الاحتمال. مؤكد، بالإضافة إلى الكتب، التمارين الرياضية، التدخين، محاولة تجنب صراعات العصابات. أفكر كثيرا، هذا كل شيء. طالما لديك حارس يخدمك، فلماذا لم تجعله يخبرنا بأمرك؟ لقد حاولت، طلبت منه إرسال خطاب إلى صندوق بريدك. لم يصلني. هذا لأن مدير السجن رآه. تعرضت لعقاب شديد ولمر ذلك الحارس الثانية. يا إلهي، لكن حصلت على حماية خاصة عندما وضعني مدير السجن في زنزانة أكازا. لم يتم الأمر كما توقع. لقد تذكرت شيئا، في الحقيقة لقد تعاملت مع الكازار. انظر إلى هذا، لا أعرف إن كان طبيعيا أم لا. نصفه طبيعي ونصفه صناعي. صالح، عما كنت تتكلم؟ نعم، إذا في الحقيقة لقد تعاملت مع الكازار منذ عدة عقود. حقا؟ وكيف لا تزال حيا؟ لم يكن بنفس سطوته حاليا، كان لا يزال يشق طريقه في عالم المجرمين. المزيد من حمق شورلاين. فلنفجره بأنفسنا.
وإن عثرنا على الكثير سيكون هذا مجحاً. انظر، هل يوجد شيء في الحفرة؟ واه، قد يكون هناك شيء في الأسفل. ماذا كنت تقول؟ نعم، صحيح. كان لا يزال يشق طريقه في عالم المجرمين. لقد قمت بتهريب بعض المطبوعات الخشبية من اليابان وبعتها لزعيمه، كان محباً للتاريخ. كيف كان؟ معسول اللسان ولكن متحفز، كما لو كان سينفجر عند أقل استفزاز. لم يتغير كثيراً عما كان عليه. أخذت نصيبي وابتعدت عن ذلك الأمر. إذن دخل قرصان إلى حانة. عظيم، ها نحن نبدأ. ولديه عجلة قيادة تخرج من حجره. حسناً. فيقول له الساقي: يا رجل، ما أمر العجلة؟ فيرد عليه القرصان: إنها تقودني للجنون. أحب ذلك. لا تدعني أترك وحيداً هنا.
ترى إلى هذا؟ ما هذا؟ اللعنة، يمكن رؤية خليج الملك بالكامل من هنا. انظرا، ها هي المدينة وها هو وادي النهر. انظر إلى هذا، منظر بديع. أشعر دائما وكأنني سأجد نفسي في السجن الانفرادي، وكأن الأمر كله حلم. سام، لا إحساس بالذنب. أنا فلنذهب ونعثر على هذا الشيء. بالتأكيد. انظر، هناك برج آخر فوق التل. هل هناك أحد من شورلاين؟ لا أعرف. يبدو أننا وصلنا هنا أولاً. فلنفحص المكان ونواصل التحرك. جسر متحرك كالعصور الوسطى. ينشئ أحدهم جسراً متحركاً لأن كان يريد إبقاء الناس بعيداً، أو يريد حماية شيء في الداخل. رمز آخر. إذن هل تعرف هذا؟ في الحقيقة نعم، رمز آن بوند. كان نفوذها في منطقة البحر الكاريبي، ظننتها ماتت بالسجن. هذا ما نعرفه من القصص على الأقل. صحيح. لابد وأن إيفري دعاها أيضا. السلالم منهارة، لا يمكننا الصعود إلى الذراع. سأبحث عن شيء أقف عليه. كن حذرا يا فتى. Huh.
اسمع، يوجد برج ضخم بعد الجسر المتحرك، الأضخم حتى الآن. لقد صعدت. حذرا. بينجو. سام، عملية الضخم. بخير يا فتى؟ أنا بخير. أنت بخير؟ نعم. أيمكنك؟ أراك بعد قليل. سأحرك السيارة. اهدأ أنتما الاثنان، سأفعل هذا. هناك زراعة تدمير الواحد والفرق. استمر في عملك الناجح يا فتى. ننزل الجسر. لنعد المحاولة. برج كبير على بركان. يبدو أن النهاية قريبة. ها، لست متزمتا، لكن أنفق إفري الكثير على الأبراج. ماذا كان ليخسر لو صنع صورة حماية؟
سوف ألقي نظرة. إذا أخبرني بكم تدين إلى أركازار. النصف. نصف ماذا؟ إنه لا يعرف سوى سرقة غانزوي. قيمتها 400 مليون. صحيح، لكن إن كانت نظرية نيثان صحيحة فهناك كنز أكبر من ذلك. كان عليك أن تخبره بأن قيمتها 100 ألف. التي تراجعين كم من قيمة العملية. لم أكن أتوقع أننا سنصبح شركة. كل جاهز. حسناً إذن. أنت بخير؟ كنت في حال أفضل. تماسكا. أتمنى أن أصل بسلام وأن أنجو من الموت لنلعب الحياة النادرة. كان ذلك ممتعا. سأخبر طبيبي النفسي عن تلك التجربة. أترى طبيبا نفسيا؟ لا، ولكن سأفعل بعد هذه التجربة. كفى، أنتما تبالغان. كنت أسيطر على كل شيء. تمسك بشيء ما. لا، حسن، نبيل ناجح. نعم، بالكاد أشعر بخيبة الأمل. بالكاد. والآن هيا بنا ندخل. فلنذهب ونحصل على الكنز. لا مرور من هنا. سام، ساعدني. نعم. فلنرى ماذا لدينا. يبدو أن هناك شيئا ما هنا. سام؟ نعم، فلنفعل هذا. اللعنة، إنه مغلق. فلنلقي نظرة. هاي، احترس مع ذلك يا فتى. انتبه. قلت انتبه. Thank you.
انتظر. هيا. يراهن كثيراً على هذا. واو مدهش، لكني لا أرى الكنز. تعال. قادم. انظر لهذا، القديس ديزما. تقابلنا ثانية. إذن ماذا لدينا؟ رموز أكثر. وهذا هو إيفري توماس تو، وهذا آدم بولدريدج، هذا جوزيف فارو وريتشارد وانت. قباطنة قراصنة. فكرت في نظرية تجمع القراصنة لم تكن بعيدة عن الحقيقة. حسناً، ما السر هنا في رأيك؟ هل ندفع زراً أو نسحب شيئاً؟ ربما إحدى الأذرع أو لتحاول. اسمع، عندما تنتهيان من العبث بالقديس ديزما المسكين، تعالي وألقي نظرة على هذا. شبه منحرف، واضح أنه يمثل البركان. تاج، هذا خليج الملك. لدينا خريطة أيها السادة. فيكتور، أنت عبقري. هل سمعت يا نيت؟ عبقري. نعم نعم. حسناً، إن كنا هنا فالبرج يصطف مع رمز إيفري. حسناً، إذن الرموز الأخرى؟ إنها الأبراج من عهد إيفري. أعني لا بد وأن الكنز في أحدها. نعم، ولكن أي منها؟ أمامي 12 برجاً. هي فيكتور؟ ها؟ هل بدأت في تدخين السجائر؟ يبدو أننا لسنا أول الحاضرين. انفجار مشيد. قطع. تبن. عليهم. لنأمل هذا. أنت بخير؟ نعم نعم بخير.
سام؟ نعم أنا هنا. ماذا تفعل؟ أتأكد من بعض الشكوك. تباً، انظر لهذا. اكتشفوا الأبراج أيضاً، المواقع، الرموز، الأعمال. والآن ماذا؟ والآن ماذا؟ الآن قضي علينا، لأننا ثلاثة فقط، وبالتأكيد عددهم ضخم ويسبقوننا بخطوة. ولكن لا يعرفون أي الأبراج المنشودة. رائع يا نيثان، لا نعرف البرج. بل نعرف. انظر، إنه مهترئ، إنه مطابق. أنت واثق؟ لأنه قد يكون هذا أيضاً. دباً. ومع ذلك فإن اثنين أفضل من 12. حسناً، سأفتش هذا البرج، وأنت وسولي فتش ذلك. لا 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 لا، رجال ريف يغطون كل تلك الأبراج. بالضبط، ولهذا إن كنا نريد أي فرصة فعلينا أن ننفصل. فلتنتظر قليلاً يا سام. إنه محرك، البرجان في طرفين متعاكسين في الخليج. اللعنة. استدعينا إن قبلت أياً من أوغادي شورلاين، ها؟ أراك قريباً. هيا يا نيت، يجب أن نسرع. نعم.